حين نكون شيئا من الحسين عليه السلام نكون شيئا من صمده وثباته وقوته وثلابة موقفه مع الحق وفي نصرته. حيدر جاء وصيا
فعلت شاطفة عقلت غيا ألف كلا كيف كنتم أيها الأخوة مقبلا تشربون ورق الخازن جلا تأكلون القد يوما أين حلا ساء فعلا وأبي طه من الله نبيا وابن عمي حيدر تشربون طرف الحاسين جلا تأكلون الخد يوما أين حلا ساء فعلا ساء فعلا وأبي من الطاغ نبيا وابن عمي حيدر جاء وصيا ما فعلت شاطفا ما قلت غيا ألف كلا كيف كنتم أيها الأخوة مخبلا تشربون الصرف الحاسين جلا تأكلون أين حلا ساء فعلا ساء فعلا كنتم عمر السنين قبل طه قاسئين وإلى الجد ضحايا قد أتاكم ناصحا ومجدا كادحا مصلحا تلك القضايا جاء فيكم حيدر لتكونوا مبررا إذ بكم خوف النوايا جرحنا لما يطيب وإذ غدرتم بالوصايا كنتم عبر السنين قبل طه خاسئين وإلى الجد ضحايا قد أتاكم ناصحا ومجدا شادحا مصلحا تلك القضايا جاء فيكم حيدرا لتكونوا بررا اذ بكم خوف النوايا الله والعهد قريب جرحنا لما يطيب غدرتم بالوفاه كيف من ارثي اوثى وحرام لي يبدى وحلال
والجميع يشهد كان لي الفرايا رحمة وسودة بفتح دلوه حين تخبره ومن الوصايا كلها يجرد وأبي محمد والجميع يشهد كان للبرايا رحمة وسودة كيف تخذله حين تخبره ومن الوصايا كلها يجرد ألا يأخذ الأحقاد والجرد هنا التنزيل كفى من إتعاد ومن تنزيل وإن نعمل اليوم بالدار بلا تنزيل وهذا الذكر فيما جاء بالتفصيل ألا يأخذ الأحقاد والتنزيل هنا التنزيل كفى من إتعاد ومن تنزيل وإن نعمل اليوم بالتأويل بلا تأثير وفات الذكر في جاء بالتأثير اكتفيت من حصرة الباب وجنيني في الأرض قد خاب بل دخلت داري بلا إذن وسحبت بالقيد حيدات اكتفيت من عصرة الباب وجنيني بالأرض قد خاب بل دخلت داري بلا إذن وسحبت بالقيد حيدات يوم الخطاب في الحجر يا أهل النفاق والحاكم رب السماء ويل لكم هذا الشقاق اكتفيتم من حفرة الباب وتنيني في الأرض فخار دخلتم وسحبت بالقيد حيدا وسحبت بالقيد حيدا للرسول.